أهلا بجميع الأصدقاء المتابعين على قناة أكواد. إذا كنت تشاهد الفيديو أول مرة أدعوك للاشتراك بالقناة. اليوم عندنا فيديو جديد، الفيديو على أداة SS Defeat Tool. طبعا الأداة لحد الآن مجانية، تدعم العديد من الأجهزة: أوبو، فيفو، ريلمي، شاومي، سامسونج، هواوي، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة مثل أيسر، LG، HTC. مثل ما نشوف عندنا هواي أجهزة تدعمها الأداة. بالبداية عندنا أجهزة الأوبو. إذا أجي على أجهزة الأوبو، هاي الأجهزة المدعومة بالنسبة لأجهزة الأوبو. فمن تختار من هنا أي جهاز، هاي العمليات اللي تقدر تنفذها على الجهاز. دخل الجهاز بوضع البيروم، طبعا عن طريق الضغط يقول لك طفي الجهاز هنا واضغط على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت معا. بعدها اربط الكيبل وانت ضاغط على زر رفع الصوت وخفض الصوت معا. تالي حرر الازرار واضغط على العملية وانتظر العملية تكمل. هاي بالنسبة للشرح اللي هنا منطينا اياه. اللي اقدر اسويه افرمت الجهاز، وانا بوضع البيروم اقدر افرمت الجهاز اذا كان الاصدار قديم. وهنا فرمت الجهاز لبعض الاجهزة تكون مدعومة Save Format Data، راح فرمت الجهاز مع الاحتفاظ بالبيانات. وهنا Erase FRB، راح امسح الـ FRB اتخطى. وهنا Erase FRB للاصدارات الحديثة، Erase FRB New OS. وهنا عندي بالنسبة لأجهزة السامسونج، طبعا هاي القائمة راح تظهر عندما تختار أي جهاز. أجي على أجهزة الفيفو، كذلك تدعم مجموعة من أجهزة الفيفو مثل ما نشوف مجموعة كبيرة من أجهزة الفيفو. الريلمي هاي المجموعة اللي تدعمها الأداة، تدعم هاي الأجهزة بالنسبة لأجهزة الريلمي. والشاومي إذا اختاريتها، هاي أجهزة اللي تدعمها بالنسبة لأجهزة الشاومي. وعندي السامسونج، أجي على أجهزة السامسونج المدعوم A10، A103، A01، A13، وهاي الأجهزة كلها مدعومة بالنسبة لأجهزة السامسونج. من أختار الجهاز، أدخل الجهاز بوضع تيست بوينت هنا بالنسبة للجهاز الأي 13 22، يقول دخلني بالADL تيست بوينت. مثل ما نشوف يقول طفي الجهاز، وهنا أدخل الجهاز بوضع التيست بوينت. بعد ما أدخل الجهاز بوضع التيست بوينت أو وضع البيروم، بعدها أضغط على Erase FRB Samsung. هسه إذا أضغط هنا مثل ما نشوف ردي، راح ينتظر يقول زر خفض الصوت ورفع الصوت، وبدي مثل ما نسمع هذا الصوت يطلعه الحاسوب. ومنتظر الكيبل، أدخل الجهاز بهذا الوضع، بعدها الأداة راح تعمل تقوم بدورها وتحذف الـ FRB. هاي بالنسبة لأجهزة السامسونج. وأجهزة الهواوي تدعم مجموعة من أجهزة الهواوي، منها الواي 6 2019، الواي 9A، اونر 9A، 9S، ومجموعة من أجهزة الهواوي. هنا عندنا بالإضافة إلى أجهزة أخرى إضافية مثل أيسر، قلنا تعمل عليها هاي العمليات. قبل دخل الجهاز بوضع البيروم وتشتغل. أجهزة LG كذلك، مباشرة أدخل الجهاز بوضع البيروم واشتغل مباشرة. هسا أجي طريقة تفعيل الأداة، راح أترك لكم رابط التنزيل. بعد ما حملت الأداة أجي أفتحها، طبعا باسورد فك الضغط كالعادة أكواد. Next انستل، طبعا انا منصب الاداة، اضغط يس اول، راح يبدي التنصيب. دبل كليك
طبعا الباسورد اكواد. اوكي دبل كليك على الأداة تفتحها. طبعا الأداة اشتغلت عندي. انسخ هذا اليوزر شوفه مكتوب، كذلك هذا الباسورد كنترول سي كنترول في، اضغط على هذا شوفه مثل ما نشوف باسورد، اضغط على باتش، بدأت الأداة بالتحميل مثل ما نشوف اشتغلت ويانا بكل بساطة. أتمنى تشاركون المقطع ويا أصدقائكم وتكتبون شنو الأجهزة اللي اشتغلت وياكم هاي الأداة، قدرتوا تفتحون يا جهاز على هاي الأداة. أتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.